جنة هي مكافأتك، وإما أن تكون الجنة هي هدفك، خلاص أروح مكة أنا وأعتزل الناس كلهم وأتقوقع، عندي فلوس كفاية تدخلني كل يوم بلاش تشد دماغ عشان أدخل الجنة. ما أدخل الجنة بالطريقة دي، هي ليست طوق نجاة وإنما هي سفينة نجاة مرة ثانية. فلذلك إحنا ما عندنا خيار إلا نعيد بناء هذه الحضارة التي ضاعت. لكن المفهوم ده أنه خلاص الدنيا أصلا نتنا وخلاص خليهم ياخذوها وانتهى الموضوع، ونحن لنا الجنة بإذن الله بالعمل الصالح، نصلي 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 ونصوم، لا مظبوط أبدا. راحت من القدس وراحت من العالم كله من بهذا التفكير اللي هو سلبي واللي هو قاصر. دكتور اليوم ذكرت شيء عن حياة الدنيا والدنيا. اي نعم. الفرق بس، شوف، الدنيا ذكرت في القرآن 115 مرة، وفي كل مرة تذكر فيها الدنيا ذكرت إيجابا، لم تذكر الدنيا أبدا سلبا. اللي ذكر سلبا في القرآن هو الحياة الدنيا. في فرق الدنيا والاختبار، ربنا أداك اختبار قال لك هاي الدنيا، لو طلعت فيها قلت يا عمي إيش الاختبار ده اللي هو النتن اللي هو حقير وكبيته، معناه أنت تحتقر منه. نعيد مرة ثانية، الدنيا ككلمة ذكر في القرآن 115 مرة، هل ذكرت عمرها الدنيا سلبا في القرآن؟ الدنيا 115 مرة ذكرت دائما إيجابا، ما في تحقير الدنيا. وأما الذي ذكر اللي هو احتقارا هو الحياة الدنيا لعب وله. فالحياة الدنيا عبارة عن حياة ذات نمط اللي هو دنيوي، لكن الدنيا نفسها عبارة عن اختبار. الاختبار ده لابد أن نحترمه، هو طريقة الوحيد للجنة. لما واحد يحتقر الاختبار، ما نحتقر الشخص اللي وضع الاختبار، ربنا وضعه بالطريقة هذه من هذه السنن. معنى ذلك الاختبار اللي هو الدنيا هو طريقة الآخرة، وما عندنا طريق آخر إلا أن ننجح في هذا الاختبار. أما الحياة الدنيا فهي طريقة حياة اللي هي المادية لعب وله وترف. خلاص وقف، خلاص بأشر لي وراء يا أسر. ها خلاص، الحين ساعة عشان طيب آخر سؤال تركي، في أحد يقرأ بعد تركي؟ طيب تركي وطه وانت كمان؟ فالثلاث اخر ثلاثة ايضا. احنا نماذج واحد يا دكتور السامعين، عندنا في الحضارات مخصص جزئين، جزء للنساء اخوات النساء تأتينا حقيقة بعض الزملاء يعني حادثين وغازين خير، بس يقولوا هذا ما يجوز، عندنا مشكلة احنا. نعم، ودي تفسر بقى يا جماعة الشيء الاختلاط، يعني ايش معنى الاختلاط؟ أول حاجة، الفصل بين الرجال والنساء في المساجد بدعة، لم يكن في عهد النبي، بل بالعكس قلنا المرة الماضية أن الشباب أيام النبي كان يجلس الصف الأخير يصلوا، عارفين ليش؟ عشان النساء وراء، عشان لما يركع يختلس النظر. ماذا فعل به رسول الله؟ ما عقبهم، قال الكبار في السن كل واحد يطالع وراء، لقى واحد شباب يحطه قدامه، في الأخير فضلوا الشباب قدام والعجاجيز وراء. ها انتهى الموضوع، هذه رقم واحد. إذا كان في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد واحد من غير فصل، رقم واحد. رقم اثنين، كنا في بوسطن وكنت أنا نائب الرئيس في مسجدنا، أخواتنا كانوا يصلوا، إحنا نصلي هنا ونصلي هناك ورانا. واحد قال إلا نعمل ستارة بينهم، قلت له ليش؟ قال لي يا أخي في واحد شفته دخل وعينه طويلة. قلت له عظيم، نبغى نعرف دول العين الطويلة عشان المسجد هو مكان التدريب، وإذا كان مريض نبغى نعرف إنه مريض، مش هذا مسجد ولا مسجد بعيد عن الحياة وهنا حيقطع برا، نبغى نعرف إذا ما إحنا قادرين حتى يا جماعة الحجاب الحقيقي هو هذا. طيب رقم اثنين، رقم ثلاثة، ما هو كانوا أيام العلماء المسلمين، يعني سيدنا عمر لما يحط أم الشفاء أو الشفاء اللي هي الحسنة وتروح تلفلف في السوق وتعمل اوديتنج للناس، ليه ما حصل سيدنا عمر الا امراه؟ معقول؟ ليه سيدنا عمر؟ واضح انك انت ما انت مظبوط. اي طيبا، ما حصل رجال يدين وحده امراه؟ ايش الكلام ده؟ تشتغل المراه وزيره كانت تروح السوق حسب تتكلم مع الرجال هيئه امراه. الشفاء كانت هي ماسكه الحسبه، بس الحسبه زمان ما كانت زي الحين، حسب الحين غطي يا مرة وبس. الحسب كان ايش يعمل هناك؟ يشوفوا اي تقصير موجود، التجار يعني المفروض الحين حسب يحبوننا، مش طول النهار مرأة يروح يطالع اذا البص ما حضر في مكانه يقيد ويشتكوا الحكومة، مفروض
صح ولا لا؟ إذا قطع الكهرباء هنا يشتكوا حسب إذا واحد بخالف الحسبة كان شغلتهم الرئيسية أن يحموا اللي هو صالح المسلمين مو شغال يطول نابع صالح حقه تغطي كلها موجودة كان شغلة كلها عباعة فجمع ذا كاسي مطول بس في مقسم هذا بالدين وهذا في التجارة لها من يعاقبهم من يحاسبهم هذا المسلمين في مجال محدد أنا ما لا عمر واحد جاء موجودين بس ما اشتغل موجودين الآن في السعودية لكن ما في شغل ما في نتاج أنا ما شفته لكن عندنا في السعودية بشكل عام أنا أعرف السيستم في السعودية مقسم رجال الحسبة في للدين في إحنا عايشين حبيبي موجودين كلهم هناك أحد شاف يا جماعة أنا شايف حق رجال الدين شغالين عمرك شفت واحد عمرك شفت واحد دخل محكمة لحظة كم كلام محكمة وشاف القضاء دخلوا متأخرين وسجل عليهم هذا يا أخي فساد إداري هذا ما تكفل لرجال الدين ذا خير إن شاء الله الحسب في الإسلام نحن لازم لا تأخذ الحمية وأنا سعودي سليم ما تأخذ الحمية الاحتساب والحسبة شغلتهم الرئيسية في الدين هي حماية مصالح المسلمين عمر محمد الفيصل الله يبارك له أمير كتب مقالات كان إيش يعمل يلبس قميص بطلون ويدخل المحاكم ويسجل ويفاجأ 90% منهم ما يحضروا إلا 3-4 ساعات متأخرين صح ولا لا؟ وحط مقالات رائعة وقفوا طبعا ما سجل ممنوع يسجل النقطة حقتي الحسبة هم دول يروح يلفلف يشوف هذا الصحة متى وصل الوزير؟ متى وصل الموظفين؟ هذول هم شغلتهم حطوا طاقتكم في مصالح المسلمين يروحوا ناس عندهم الصحة عشان ياخذ بس حقته عشان يروح يعالج أهله قبل الطوابير 4-5 أسابيع فينكم أنتم؟ ما إحنا أنا أحب السعودية أكثر منك أحب نفس المستوى إن شاء الله لا إن شاء الله وأنا ما عندي خلينا ما عندي حفظ أرجع السعودية خلينا كمل عندي إقامة وعندي مكان حضاري إسلامي وأدعو في أمريكا وعندي مادية الله يجزاك الجنة رجعت ليش؟ لأني أبغى هذه وطنية أنتم إيش أنتم تعرفوا وطنية؟ أن توطن الخير وتستأصل الشر هذه وطنية ليس بالتملق ولا التزلف ولا النفاق ولا التطبيل هذه ما هي وطنية وطنية تكون صديق صادق مع وطنك تصلح وطنك هذا هي وطنية كفاية تطبيل وتزليف وتملق حبنا لوطننا معناه نكون صادقين مع أنفسنا ونصلح بلدنا هذا الحب جزاك الله خير سامحني مو قصدي يعني بالعكس لكن تعبك يمكن احنا شايفين زاوية مختلفة من انت بس محتاج مكان حبيبي وانا كذلك الله يحفظك ان شاء الله نخلص خلاص هو كان فينا ضيعوك كان برضه بنفس السياق الحديث انه مجال الابداع بالذات في السعودية او في الوطن العربي عشان ما نذكر انا اشوف مجال الابداع بالذات الجيل الصاعد والجيل الشباب صار جدا مختلف وما في مجال وما في فرص. بالنسبة لك معانا أمس اليوم لا. كنا ديناك شحنة ما شاء الله الشباب عندهم شحنة إيجابية كانت رهيبة يعني. إن شاء الله يكون أحد من الشباب يصور أو شيء. أنا أشحن الحمد لله. هذا بس أسمع. يكفيك واحدة اسمها هيلين كيلر عمرها 2 سنين. صارت ضريرة لا ترى لا تسمع وبكمل وتعلمت كيف تتكلم عن طريق اليد وخمس لغات ودكتوراه وبنت جامعات وبنت الدنيا كلها يعني الصبر الحقيقي والصبر الإيجابي الصبر اللي أخذ من نبتة يسموها الصبار الصبر النبتة لا تعرف الموت تعيش في الصحراء لا تعرف الموت لا تستسلم فهذا هو الصبر الإيجابي صبر أول عزم الرسل ليس الصبر السلبي يبغالها صح يبغالها مجاهدة والذين جاهدين فينا الذين سولنا إذا واحدة عمياء صماء بكماء تعلمت 5 لغات ودكتوراه أخذت وحاربت وغيرت في الدنيا كلها اسمها هيلين كيلر أدخل شوف كيف خطبة حقها تعلم كيف تتكلم أنت عارف شو معناها واحد أصم من عمره 2 سنين هو ما يتكلم تعلمت نفسي كيف تتكلم بمجاهدة يعني نقدر نعمل بإذن الله كثير في أحد ثاني؟ تفضل You mentioned that you live in Boston and you're one of the founders of Boston Mosque. I'm still the chairman of board trustees in ISB. So what would be the main lessons you learned as an established member or of the Boston community? First of all, I learned that when you dedicate percentage of your life
for others, Allah subhanahu wa ta'ala is going to bless you and help you in everything you do. أنفق ابن آدم أنفق عليك والإنفاق وليس فقط إنفاق المال إنفاق الجهد والعمل والوقت. The more you dedicate for others, the more God helps you. And I believe in Allah subhanahu wa ta'ala helped me in the hospital and everything, because alhamdulillah we fought to build this house in America, and it was an easy fight. 10 years they wanted to take us to courts, and we won the court. It was the Fox News every day attacking me in Fox News. Access of terror. An access of terror, you know what I mean? Access of terror. Fox News, Tarolia. We wanted to speak English because it's... Yeah, so the point is, I learned the more you think of others, and the more you build for others, and the more you fight for others, the more Allah subhanahu wa ta'ala going to bless your efforts. This is the lesson of my life. I learned khalas. That's why when Syria, I was invited to go to Syria 3.5 years. In the beginning of the revolution, and I went inside Syria, and they were built hospitals there and clinics and so forth. And I was afraid that time, if I don't go, then Allah might deprive me of other doors that will never open for me. So every time God opens a door for you, don't say, I should be close to the wall. أمسك الحيطة. There's no حيطة. هناك حب الله. Okay? That's the lesson I learned in my life. The more you dedicate for others your life, the more Allah subhanahu wa ta'ala going to help you. يعني تقحم نفسك في خدمة غيرك يكون سمح الله حيجيك قضاء حيجيك سرطان رب يرفع عنك يقول سبحان الله ابنك حيصير له حادث قلت لا الله look at you my servant he's killing himself for the orphans for the poor خلاص ما يريد الله بعذابكم إن شكرتم so my lesson is just every time in whether Boston when the shaitan comes say why are you spending so much time for the cultural center and Islam? Go focus on your medicine so you can get higher scores. And I do that, I end up scoring less. And every time I dedicate 1/3 of my time, I score better. Alas, it's together. أنفق أنفق عليك. Give from your time, I bless your other time. Give money, I will take care of your money. Teach others, I will teach you more. The more you teach, the more I will teach you. The more you share, the more I will give you. It's a The Kurbas Ekhir Shibas, your vision. Of what? Your vision in life. In your career, in your future projects. من هلا ورايح, what's your vision? And my dedication now is the youth, because I believe you are the future. You are truly the future. And I believe in the next 7 to 10 years, you guys are going to change the whole Arab and Muslim world. You guys, you have the energy, you have the tools. You are not like any generation, by the way. And I can tell you right now, your generation is a different generation. And your generation cares about others more than the previous generation. The previous one is so selfish. Your generation, all the youth I know, they have projects, they want to help, they're excited. I want to do a project about so and so. This wasn't there before. The old generation, all they care about, take care of yourself, my son. And don't bother yourself with others. Make sure أحمي نفسك وضبط أمورك وانتبع نفسك. This generation is different. So, and I believe the future. So I'm trying to tell that generation, abide with the principles of Allah subhanahu wa ta'ala. Be honest, be sincere, dedicated, just and fair. It will pay off. Don't you ever think that by cutting corners and be a crook or shatter or sarik, that you're going to do better than those who abide with that. God's standards ever. That's my message. So I go around just to spread this message to tell you, because when I was your age, I did not find somebody to tell me this. If I heard it in my life, I heard it from people who do not have a concrete projects on the ground. Theory. But now I'd like to tell you all, abide with these principles. You'll be surprised how, when you have the right intention, the whole universe will conspire with you. جزاكم الله خير. السلام عليكم. هذه الصورة؟